السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نجاوب على سؤال مهم كيتطرح دائما في الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية، هو شنو الأهمية ديال الكتاب المدرسي؟ شنو هي الأهمية ديال الكتاب المدرسي وفين كيساعدنا هذا الكتاب المدرسي؟ إذا بقوا معايا دائما في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا الكتاب المدرسي، ناخذ مثال ديال الكتاب المدرسي الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. دونك الكتاب المدرسي هو وسيلة تعليمية تعلمية تتجسد فيها الفلسفة التربوية للمجتمع، وتتجلى فيها روح القيم والمثل والأفكار والمعارف التي تم اختيارها لتربية المتعلم. إذا هذا الكتاب المدرسي هو واحد الوسيلة فيها كتجسد الفلسفة التربوية للمجتمع، يعني كيدخل فيها المجتمع المغربي بكون هذا الكتاب المدرسي هو كتاب مغربي، وتتجلى فيه الروح والقيم والمثل والافكار والمعارف. دونك في هذه الكتب المدرسيه كتدخل القيم، يعني القيم اللي بغينا ندخلوها في ذاك المتعلم، والافكار والمعارف كذلك. هو وسيله تقدم مضامين معرفيه مفيده وتمارين دافعه للبحث والاستشغال. اذا هو واحد الوسيله كتقدم لنا مضامين، يعني كتقدم لنا معرفه، ياك مضامين معرفيه مفيده، يعني كتكون فيه ملخصات معرفيه مفيده، وكذلك كتكون فيه تمارين اللي كتدفع ذاك المتعلم للبحث والاشتغال. اذا قلنا هو وسيله تعلميه تعليميه كيكون فيها القيم والافكار والمعارف اللي بغينا نرسخوهم في المتعلم ديال الغد، وهو وسيله كذلك فيها مضامين معرفيه مفيده وتمارين اللي كتدفع ذاك المتعلم باش يبحث ويشتغل. كذلك هو اداه لبناء الشخصيه ووسيله ميسره للتعلم. اذا هذا الكتاب المدرسي هو واحد الاداه كتبني الشخصيه ديال المتعلم، وكذلك كتيسر له التعلمات، يعني بداك الكتاب كيحصر التعلمات ديالو وكيقول ها شنو غادي نتعلم وها شنو هذا العام غادي نقرا. هو كذلك وسيلة توفر الوثائق والدعامات للمساعدة على بناء التعلمات خلال الدروس. إذا هذا الكتاب المدرسي فيه مجموعة من الوثائق، فيه مجموعة من التصاور والمبيانات إلى غير ذلك، هي دائمة فين في بناء التعلمات خلال الدروس، باش يبني الأستاذ التعلمات كيعتمد على ذيك الوثائق، كيعتمد على ذيك المبيانات، كيعتمد كذلك على ذيك الصور باش يبني الدروس ديالو مع المتعلمين. إذا هو أداة لبناء الشخصية ووسيلة ميسرة للتعلم، وكذلك كيوفرنا الوثائق والدعامات باش نبنيو التعلمات مع المتعلمين. اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق في الاختبار الشفوي ان شاء الله، وفقكم الله وسدد خطاكم. ادعوكم لمسانده قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تصلكم جميع فيديوهات القناه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.